بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خش برايت رزدار، صلاة خدير سر وابن بوريدا ما بحسي ويبحش بي او خد تعالى آدمي طيبت وديكا حوا برهف كريدا بكتا ديدا. ما نوك يا مفسرت القرآن. خلاف مفسرات قرآن سر اوه بحشته كان كيش بحشته اوه یاکو ات بیجنه جنت الخلط یاکو رب العالمینی بو جهدار بر خواهد گهدار برهفت پشتی حسابه پشتی روژه قیامته یانجی بحشته کا تای بد بید ات خلاک آباری سروی چنده کرد گلک آخفتن در حق چند چنده تایت نگوتن حتی اندک ات اگر باب آدمیش داره نخوار باو ام عیالی وی همی داد به دا و کی گوتی دا جی بینو هم داد به حشت دا بینو ندرد کردین ام ندرد کتین اف آخفتنه آخفتنه يعني و کی گوتی طاما مسیحیت جیتید مسیحیا اد گوت باب آدمي خلطی کر و خلطیاوی و کی گوتی آگیر خلطیاوی گناهاوی بر بی مهمیا و دبجن الخطی الاولا آنجی الخطی العظمه اوه باب آدمي کری وحتى حتی وحتى قيامتي جي انسان دت وی خلاتی دا کرد. طبعا وای جله مخالفت جل هزرا ما بسرمانه يانجي شریعت ماكو باب آدمي راسته نجوهداری خودکر بخارنا داره. بس پشت اینجی توبه کر و او روش جل و خود تعالی لبوري ما قبلها هر تشتكي مروی کری پشتی توبه جد چتر العالمين السلام رو في ناهي ام باقجو بجينين يعني شوي يا باب آدمي كلي بس هر وكي ولا تزير <applause> وزيرة وزيرة اخرى كسك ات اسلامت يدا ات وكي قوتي يعني كاسد خالت يا إكدي نا كالت كاسد بحرا جناه إكدي نا هر ايك وكي هر بيبقى خويا هر إك يبيجيرة بوان جناها أبد ويكرين وهر ديوان خيرة برخوري وان خيرة خطن اويتوي وي الدنيا طبعا أفسح بتا ما اتخلق بوريدا هندك أمر سر آخفتين أما باشبا أو كيش بحشتة يعني مادام نجنة الخلدة أو ما بحسكري أو كيش بحشتة جاري أم بشين أصلي يعني بايفا جنة عربية دا جاري وقت بحث جنة تكرني نا إلا بالضرورة إلا أو بحشتا أو أمد بجني جنة الخلط وإنما جنة عربية دا بايفا بو جنيكا كا طاريتي جنيكا كا يعني تيك هل وطايتوي تيك راتشون جلا كا بالت و جلا كا بخمل وصانت طارية كو هكار إيك بجتتنا في جنيكا دا بجنة جنة يعني بارزابين يعني بجنة ستر بعربية بجنة جنيكا جلجلك داربوشاكي يي يرشو يي رشو بجنة جنة أنجي ستر بجا مادام وصانا هما دليل سنة في آخر في مثلا تشيا وكي خد تعالى بجنة أيودو أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب يعني وإيك شوات فيتن وبستانكي يه تريو ويه ميوا ويه بتن إذا جن الفيري بحسي جنيكا كي بجني جنيك كي أمش بجنة جنيك يانجي جبستانا كي وكي ما جوتي تير خمل الدنيا ود يارا رخود تعالى جنيك يا بو باب آدمي وديك حوا حاضر كري بس بو امتحانا وبو يعني بو تجربة إذا أو بحشتا باب آدم وديك حوا تدا ات اصل دا نبحشت جنت الخلد وانما بحشتا ادي اخذت على يا بوانا برهاف برهف كيري خالد؟ خالا خالا دو أصلاً اصل دا اخذت على واختي بملائكه بحث باب ادمي كري نغوت اي از دي كي تشيكم ناخير وانما غوت از مخلوقَكِ مخلوقه كي تشيكم ات دا اني جاعل في الارض خليفه اخذت على ات اردی دا د خلیفہ کی د انسان کی مخلوق کی هوسا د چیکتن باشه اریل وری باشه پمادم با رب العالمین باب ادمت اصل دا چیکر بی بو اردی راست الاسمان ها تا چیکرن او پشت این کی هاوت اردی باشه مادم بو اردی هات بی چیکرن باشه بو چر رب العالمین پا بر بحشته او بو چی داخلی به بحشته کر او منوکه بحثی کری حکمت اش داخل کرنا باب آدمی و حوا اتوي بحشت دا واخذت على تعالى بوانا برهف كري اويا كو رب العالمين اتويا چونكو خد تعالى اتويا منهجاكي بوباب آدمي و حوا داينت ربازك داينتن بجا اف ريبازاها محتاج تطبيقك كا محتاج تدريبك تدريبا كا جالجرا مثلا امت بيني وقت وورك شوپات يعني تدريبا مثلا ان دورة تدريبية تاين اك بچتت ناف کار اکی داده تدریب اکی کت پاشیده چت میدانا میدان ها یا مثلا لشکر وقتی بری بچتت میدان ها شری دا ده بری تدریب ایتا تدریب دان ده ایتا مشقه کرن ده کرن شنی کاده میدان ها تماما باب آدم جی و دیکا حوا بری بینت ات شره جیان دنیای دا خود تعالی داخلی تدریب اکی خود تعالی داخلی تطبیق اکی کرن داخلي الراهنانا كرن داخلي تدريبا كرن دا ناجح بن اتميدانا معركة دا معركة حقيقي اواكو الدنيا دنيا يشنيكا ريبري وانا بتن لو ما خود تعالى اف منهجة نشاوانا دا منهج شتشتا منهج خود على ما كرتو كرمانج الدب هيفادانا بكا ونكا نكا بكا اوى نكا بمعنى منهج خود تعالى همي هندي خود تعالى فريكري اش اش في ديني يان بكا يان نكا بكا خیرات دا و بوتا دنیا و آخرات تا دی پی پریوچن او نکه اوه دی بوتا بتا درد سری او بوتا دنیای و هر وصل آخرت جی دی پاشی ات آگری کلی ایدن منهج خود تعالی همیت میتنا برا وان هر دو تشتاده افعال ولا تفعال اوه بکه و اوه دی ما نکه تماما اوه خود تعالی بو باب آدمی جی هنارتی ات بوی بحشت جی دا اوه بی فکلا ولا تقربا قوتا وانا وبحشته هم يبجرين فكلها هنديوا فكلا منها حيث شئتم رغداً أبرفاهيو هنديوا بيتاً وتشت شتو بيت هر جهة كي هر ولا تقربا أبتنه يعني نزيكي في إذا أينن هروصا من هجى خود تعالى اتناو برا

ما خدت تعالى منهج برا أبي بكا تتن أبي منهجي بو انساني و ريكريت نابرا اوي بكو اوي شيطان تتان افي بروفاجي إتكت اتكتبو انساني دامروف وينك يا خدت تعالى غوتي مروفي بكا و وبكت يا خدت تعالى غوتامروي نكا اوا خدت تعالى امر ما بيكري شيطان دي بيجتما بك يعني نكن و أو أواخدت خدت يعني نهيا ما جيكري شيطان دي بيشتن اوي بكن لو ما شيطان يهاتي دا تغييرا منهج خده بكتن اتناف بشرية دا قهرين منهج خده دا بون بنمونا مثلا خودي تعالى يا قوت يا ما بكم اقيم الصلاة اقيم الصلاة نفيجا بكم شيطان دي دا ترك الصلاة نشامدت

مشتريه تنا دي انت تشتاشت کرنو او بانک دا به جاش نکا شیطان دې ادبشته تا په همدغه ټچیمز گفتي او وجاب په همدغه نوېش کر او وجاب په همدغه مشتريه تا چون او کومک مالی تش داس دا ايالاته محتاجه او ته خپل معيزي بازار ته ادي عالم قسطتنا کې ته بازار ته يعني شیطان په همي قوت خده اتن منهج خوده درحقاق کړنه نو وجيده بل عکس لیکتن خود تعالی فرمان پکري او دي بيج تمنكن داء مخالف مخالفي فرمانا خدت على براوستي همي هاوزو هاولو بزابت شيطاني ادفي وكي قوتي دفي كرياري رانا او او دبيشت. يانجي ما بحسي فرمانا خدت على كر اما نهيا خدت على مثلا بون منا خدت على يا قوتي ما انسانا يعني انما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه رب العالمين يا جود يا ما جربون منام سرهميان آخرين سر عرقه خد تعال يا جود يا ما خش عرقه ابن نبض خايش عراقي ابن شيطان يهاتي بجش أف عرقها وصايا وكيد شرين كري وصايا خاملان دي وجا وصا نوكي دي, دي, دي سر المشروب الروحي Uvija, hati boma, ia, ia, ia di, u veġġa jieħati bome, jieħat u jieħat ġuang kiri u tamaw jaħħax kiri u Veġa. شنیکا بطلی وی وصای جان کری و جا شنیکا تشتکی گلکی لکی جان یه دینایی سر و و جا تا حاشا وخوار ده هشو بیر سره تا چند تا آگش ایشو آزارت خواه نامینتن و و جا وزینا لهم شیطان ده حمیه تزین کت فی سبیلی و حاشا یعنی حاشی جنابه و یعنی انسان اوی عراق و خود دا فرمانا خود تعالا اب یا اش عراق بشکینتن لو ما خوشک برایت عزیز يعني او تدريبا خود تعالى فيا باب آدم و ديكا حوا فير ببن دا يعني منهج شيطاني برنبر منهج خود تعالى نشاوانا بدت خود تعالى قوت اوانا او همي همي يعني اف بحشتاوه بواجه بخون ابتنش في نخون شيطان هات ما به و لهما وكاش و اتسر دابر حتى اشوي داري خارين أذا مسترين تدريبة عمليه باسترين باشترين وركشوبا خود تعالى باب ادم و حوا اكرين كدا يعني ابي تدريب ناجح من دا يعني تدريبة حقيقي ميدان شري يا 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 وكي يا حقيقيه كو شر مادگل شیطانی و دگل خراب الدنيا دا داده دا سرفراز بینو و داده دا ناجح بین. اوا يعني خالق جل جل کا گرین بی لازم امضانی کنه خود تعالا و شیطان برانبری یا خود و منهج خود تعالا چیپ سری مات حتى تن حتی مادگه اذن خود تعالا باب آدم و حوا تدريب دان اد بري دا. بری بري وجد عرضی بری و هر وصا فرمانت خواب و

الدنيا دا او ايك يا دو همي امر نهي تخجي خدت نشا باب ادمي ديكا حوادان او دو يا سي گوت هشيار بن دهبا بدي فوا دجمنا بدي هين اوي من تطبيق بكن او يا سي يا چارجي الرحمه خدت على حتى هكر ايك گهداريا شيطاني جي كر غافل بيت سردا چوش بير كر. نزاني بابو بخشيمي خدت تعالى درگه توبه جي ها دا اویت الديف شيطان شایدان شيطانی چون چندکه جراکدیب زورنوا قسطه در ازینکه رحمه خدای تعالی بهکن و رب العالمین درگه رحمه بوونه وکتن و درگه توبه پنځرکه توبېجی بوونه وکتن د جراکدیب زورنوا پشتي غفلت او ګداریه شيطانی خوشکو برایت عزیز ها اواهمی خدای تعالی یابو ما انسان یکری خالقادی دا انبن بحثه سجدا ملائکتا بگین بو باب ادمی أفخالجي خالجی گلک صحبت از سرها تیه کرن مازن التفسير القرآني دار سر اوى السجدية هاتي لكن إن شاء الله أجر خدي حاسكة أزد بوخش خشك برايت خيط ريز دار حقيقة أبي السجدية ديار كم كان أبج سجده طبعا جالك مفسرية القرآن هاتين بيجن وقت خد تعالى فرمانا ملائكتا كيكو بو باب آدم يوديكا حوا بشنا السجدية ها يعني وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم هرن سجدة بو اوا كيش سجدي بجا هندك مفسره بج نخر نا او سجدا اوا واغا ومت سجدا بو نويجي د بين نا كورنوشا يعني يا كو نويجي يا اوا كو وقت ام بشتاخط جمينين او سر خو اني خدي ن عردي او سر هفت اندامت ل شيخه ام ادري ني نخوري نا افس سجدايه چون كو افس سجدا يا طيبه تا ابتني بو پرستنا خود تعالی نا چبهن ام بصرمان مخلوق انسان شجر بوكاسكي بشنا سجدة بشنا كورنوشي إلا بذات باري تعالى لو ماتين يعني تأويلتكن سجدة سجود ملائكة بوب آدمي تأويلتكن قالك نفس القرآن بجن نخير سجده بي وإنما تحية صلاف بي خدت تعالى وقت يا ملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وقتی رب العالمی گوتی ملائکتا بباب آدمی هر نسجده یعنی هر وکی گوتی ملائکتا هر صلاف کن باب آدمی چون که ما گوت سجده گلک مفسر دیجن چه نابد بیتا برن الا بذات باری تعالی بس حقیقت دا که برایت عزیز هندک پیویت عربی يعني تحملها هناك تأويلات ناكن باش الصلاة الكيرة والسجدال الكيرة يعني في سبيل كوهين مثلا أف مفسرين بينه وأبي مثلاً بارفرها وخلاف خلاف السر سجدة ملايكة بو باب آدمي سجدة كفعلية حقيقية بي في سجدة يعني بو خود تعالى ات جدا سجدة كفعلية حقيقية بي طام بو يعني بو فرمانا على على بليل فيري سجدا ملائکتا بو باب آدمی نبو ذات باب آدمی بی نبو کلخ باب آدمی بی و نما بو فرمان خود تعالی بی وقتی گوتی بو باب آدمی هر نسجده ایدن ملائکتا مخالفا خود تعالی نکر وقتی خود تعالی گوتی ملائکتا هر نسجده باب آدمی اجبار فرمان خود ملائکت بو باب آدمی چون نسجده نبو ذات باب آدمی چون سجده بدلیل مثلا بدلیل احتمالای بش سیده پا دلیل تچیه نوكا بسرمان الجال بيغمبري صلابة خود السار بيغمبري وقت هجرت كريش ماكا بو مدينة الصلاة دوين نفيش فارز بين مثلا اه ال ال المدينة خود تعالى فرمانا بسرمانا كر بري بيت المقدس بو شمال جزيرة عربي بو شمال مدينة شازده هاي و سال و نيوه بسرمانا بو قبله برخدا بيت المقدس بصرمانا وقت نفيجه دا سجده برام قبله بو المقدس بر أري بو مزگف تا قد يعني بو وان برا وان بر بوان براوان دیوارات بر نخیر وإنما بو فرمانا خوده مد بر صحابت صلوات صلابت خوده سروانا بن بو فرمانا خوده سجده بر بیت المقدسة چونکو خوده گوت ات نویجه دا سجده سجده نویجه دا برای خب بیت المقدسی یعنی يعني بدلیل کو سجدهات پشتا خدا بشتا خدا بيت المقدس. چنكو فرمانا خود تعالى هاتا واقو هاستن هاتا گوهرين استجود بو قبله بيت المقدسه بو سجده بو قبله بيت الحرام اكسر بصرمانا حتى بخط نفسي نفيجي جدا بصرمانا مانا مزجفتا قدسي لا دا بو بو يعني مزجفتا حرامي اذا فرمانا ما يهاتيا ام سجده بو فرمانا خوده ام بو فرمانا خوده بچی نستش نه بو نه حتی نو کشی وگاوه امت چی نستش ده با ده بو بیت القبلامه بو بیت الحرامه نش بر دیوار بیت الحرامه یه چونکو دیوار اکی عادیه آواهی که اکی گلگل هندیه بسر و بر جنینه یعنی یعنی ام نبو و یوی دیواری چین، نبو بیت الحرام چین، نبو مسجد حرام چین و انما چونکو خودی یا گوتی مهر نسجده ایذن سجدا ملائکتا سجدة ملايكة بباب آدمي سجدة حقيقي بي، بس نبو ذات باب آدمي بي وإنما بو فرمانا يا خود تعالى بي هر وصا خشك برايت عزيز اخالك ديجي اري خود تعالى يعني فرمانا همي ملايكة كركو بباب آدمي بچنا سجدة نخير او يعني او ملايكة خود تعالى فرمانا وانا كدي بباب باب آدمي بچنا سجدة ابتنه او ملائکت بین اوید خود تعالی تکلیف وانا کری یعنی سخبیری یا انسانی بکنه دنیای دا سرگوهی یا انسانی بکنه دنیای دا که ما بسرمانا ما انسانا ادوی دنیای دا یعنی کومکا ملائکتا عدد اکی زوری ملائکتا یت هین پشتوان یا مدکن سرگوهی یا مدکن سخبری یا مدکن یعنی ماتیش مدکن بروانیش مدکن او ملائکتیت خود تعالی وظيفة كيريا كريا خزمتا إنسان الدنيا دا أو ملايكة بين يدكو رب العالميني فرمانا وانا كري بباب آدمي بچنا هر يعني سجدا قهداري بي أباها. أي باب آدم أفا أم يد تا و دا الدنيا دا حتى حتى قيامته بدليل احتمال ايدي دي سبب سيدا دليل تا بين دليل ما وقت رب العالميني گوتی ملائکتا هر نسجده با باب آدمی او دیگل ابلیسی جی چونکو ابلیس جید گل ملائکتا بی پلکا گل 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 بلند تبی پرستانا خود تعالی که بشه وکی گل 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 جان حتی ابلیس بری یعنی فرمان خود تعالی بشکنه با سجوده گلکش ملائکتا جیب قیمت در بی یعنی ابلیس هشتا مرتباوی درجاوی اشیا ملائکتا بلند ها بس بری فرمان خود تعالی بشکنه واختراب رب العالمين قلت ملائكة هر ناس سجده فرمان الابليس جهاتك واذ للملائكة اسجدوا لآدم يعني حتى عندك مفسرية قرآن بيجن هندي هن ابليس يبقى درو قيمة بي ملائكة بي وكي بينو كما قلت هيش ملائكة بقدر تربي بس عندك بيجن وكي ملائكة بلا لما رب العالمين نقول قالي ملائكة هين جهر ابليس تجهره بمعنى خطاب يا عام ما دام همي إيك طبعا همي إيك سرو همي وكي إيك همي بيك لو ما خلت على وقت قوتي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لي آدم إذا إبليس قال ملائكة همي بيك فلازم أبو باب آدمي شو بنا إبليس نتشو سجده أفا بالجمال سر هنديكو همي يعني نا أون كون بو باب آدمي وقت إبليس نتشو يسجده بو باب آدمي رب العالميني شو قوتا إبليسي جوتي <applause> طبعا جوتا ابليسي طبعا جوتي استكبرت ام كنت من العالم عالمين ام ك... آه ببورن يعني جوتي يا ابليس تبوش ناتشو اسجد إذا امرتك آه يعني تبوش ناتشو اسجد وقت من فرماناتك وكي ملائكه تبوش تجيبو تشو وكي ملائكه اسجد نبر اه استكبرت ام كنت من العالمين تبو دفن بلندي ومزناهي وتكبرت ناتشو اسجد أو ملايكة بلند بأوت فرمان سجودي بوان يعني تشوان ملايكة بأوت بلند المقربون العالون العالين أو ملايكة بلند رب العالمين فرمانا ونكر بو باب آدمين سجده أو مختصا بأرشا خدت عالا يعني أو سرقوا هي أرشا خدت عالا وقت بيشتن ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية يعني أو ملايكة مظن او مقرب أوت بلند فرمانا خدت عالا بوان النبي بجرب العالميني. العالمين جوتا ابليس باشات باشات شوان ملائكه بلندي اويت كفرمان فرمان شوانا يانجي بو استكبر تا يانجي بو تكبر بو دفن بلندي ما زناهيتو ناتشو يسجدي طبعا با يعني اويدي ابليس في جرابي تشبك ات اخفت ناخدا وكي ليدا في سبيل حاشا يا شيفا رب العالمين السردابه انا خير منه خلقتني من نار خلقته من طين طبعا ابليس الفيري ما لا ابليس عندي انت الشهر زايا ادفيا خواش في طبكي دربي ختن ربي شو قلت العالميني خرب العالمين نقوت يا الشهات يا تشيكرني وادم يا رب العالمين بس يا بس با ابليس ادفيا خوش أوي بر برسيارات يا نچونا قرتال ماني اس يعني شوي تشيترم ما رب العالمين نزانت كاكيش كي تشيتر خرب العالمين يعني هميتش تزان زانت خدت على الطرازيه رب العالمين هميتش معلومه كاكيش كي باشتره ابليس يقول <سؤال> أشوي وي تشترم اجري اوش طبعا أول رافينا اش بر و اش مسؤوليتيه خشكو برايت عزيز اب چند هاتين دو مكافي ان شاء الله ليابت هكر خدي حسكتن ام دي بابت سجده ملائكه ابو باب ادمي و قضيه ابليس ان شاء الله دي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته